قناة عدن الفضائية، قناة بحجم وطن. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج. شكرا سلمان. عام من الحزم والعزم، عام من الصدق والوفاء مع الوطن والمواطن، عام من التضحية والفداء وتقديم الغالي والنفيس. فصول الحرب من أجل الحياة، من أجل المستقبل، نقاتل مشاريع الكهنوت والغطرسة والتطرف والغلو. نستمر معكم في هذا البرنامج لنقول دائما شكرا لكل تلك المواقف التاريخية التي غيرت وستغير مجرى الكثير من الأحداث التي عصفت بوطننا خلال العام الماضي والأعوام التي سبقتها. نرحب بضيفنا الكريم هنا في الاستوديو الداعية الإسلامي الشيخ يوسف رجب، أهلا وسهلا فيك. حياكم الله وبياكم وجزاكم الله خير، تقوموا بتوضيح الأمور لليمنيين خاصة وللعالم عامة بما يحدث لليمن من أحداث يعني سمع بها الخاص والعام. نعم. خليني تفضل. خلينا نبدأ. رغم الألم والتضحيات والدموع التي سالت من مآقي الأمهات خلال هذا العام، إلا أننا عندما نقرأ أحداث هذا العام نقول أننا انطلقنا ضد الظلم وانتصرنا عليه، انطلقنا ضد الكهنوت وانتصرنا عليه، انطلقنا ضد الغطرسة وانتصرنا عليها. لا شك في أن الأوضاع في اليمن كانت عصيبة، وما يقدر أحد ينسى ذلك التيار الجارف الذي بدأ من أعلى اليمن إلى أسفلها، من شمالها إلى جنوبها، وكان يتنقل من مكان إلى مكان، فاغتر بعجرفته وغطرسته أو بمن غرر بهم من الناس الذين اتبعوهم، وأخذوا يتنقلون من محافظة إلى محافظة ومن مدينة إلى مدينة، من رأس صعدة إلى أن وصلوا عدن، وظنوا أنهم قادرون عليها، لكن جاءهم الأمر من حيث لم يحتسبوا. والحقيقة فوجئوا سواء منهم الحوثيون أو العفاشيون، فوجئوا بعاصفة الحزم، فوجئوا باجتماع العرب بكلمة واحدة للتدخل في شؤون اليمن. والعرب عندما رأوا الاجتياح يعني بدون توأدة وبدون تروي وبدون تشاور مع الأمة، حتى مع الناس الذين ذهبوا إلى قراهم وإلى مدنهم، أقل شيء يترووا، لكن بدأوا بالقتل والتفجير لبيوت الله ولمدارس القرآن الكريم ودور القرآن، اجتياح بعض المناطق وتفجير البيوت للمواطنين. وهنا بدأ الذعر من الناس والخوف. وبهذه الطريقة يعني يتخيلون أن الناس سيسلمون أمورهم له. هو بالفعل أول لما رأوا هذا، من فعل لهؤلاء الناس هذه القوة؟ من أين لهم هذه الدبابات
والمدافع معروفة. ففوجئوا هؤلاء الحوثيين، هم فئة من الناس قليلة ليست معها هذه القوة ولا هذه الكثرة، ولم يعلموا أن العفاش أو الرئيس السابق هو الذي كان يدخر هذه الأسلحة والدبابات والمدافع لمثل هذا اليوم، يظن أنه يرد له حكمه ويحتفظ به وبأسرته، ولهذا ملكهم كل شيء، ملكهم السلاح والأموال، حتى الطائرات بدأت تضرب تحت أمرهم. وبدأت تضرب في عدن، وكنا نحن هناك في عدن، وبدأت تضرب في معاشيق. وعندما سمعوا إنه عبد ربه هرب من صنعاء إلى عدن، جن جنون علي عبد الله صالح وقال كيف هرب؟ أنتم المسؤولون عن هذا، وهم يقولون أصحابك المسؤولين عن هذا. وبدأ الشقاق من ذلك اليوم بين الفريقين بسبب هروب عبد ربه منصور، يعني لأنه يعتبر الرئيس الشرعي بعد نزول الرئيس السابق، وحسب الدستور أنه هو الذي وانتخاب وتمت الانتخابات في جميع المحافظات وفاز بالإجماع. خلينا بس يعني ممكن نقول إحنا يعني عاصفة الحزم أعادت الحق إلى نصابه في الوقت الذي كانوا يتخيلون أنهم قد يعني ملكوا أو استملكوا المنطقة أو اليمن بشكل خاص، ومن ثم كانوا لديهم مشاريع أخرى. يعني كنا نجد بعض الناس المتحوثين مش الحوثيين يقولون لو أننا على باطل كانت ترسل علينا طيرا أبابيل، وجاءت طير الأبابيل الحقيقة، جاءت طيرا أبابيل، جاءت من الرياض ومن الإمارات ومن قطر ومن مصر ومن السودان ومن المغرب ومن الأردن، طيرا أبابيل، وأكبر من طير أبابيل. طير الأبابيل ترمي بحصى وتصيب الفرد، لكن هذه طائرات تقصف من السماء. وذهلوا ورأوا أنهم قد ضلوا، ولكن ماذا يفعلون؟ فيهم كبر، فيهم تعالي، فيهم غطرسة، لو لا مسؤولية، فيهم لا مسؤولية تجاه ما حدث، يعني كل الدماء التي سالت بسببهم. لو كانوا يعرفون أن يكون لهم ذلك كانوا يأخذوا خطوة خطوة. اليمن عندما عملت يعني ذلك الوفاق ما بين جميع الأحزاب والهيئات والمنظمات والمرأة والشباب وجابوا العقلاء من كل المحافظات على أساس أنهم يدرسوا قضية اليمن، وخرجوا بوفاق جميعا بما فيهم الحوثيون، لكن كانوا يفاوضون وبالخفاء يتآمرون ويعدون العدة لهذا اليوم الذي وصلوا إليه، ولو علموا لما أقدموا على ما عملوا به. يعني إذا عادت عقارب الساعة عام إلى الوراء وكانوا يعلمون، هل كانوا سيتورعون عما قاموا به؟ أعتقد أنهم حمقى إلى هذا الحد. هم كانوا موعودون من إيران ومن المتشيعين في العالم أنهم يعينوهم وأنهم يدفعوا إليهم أموال وأسلحة ويقفوا معهم، وإلا لما أقدموا. لكن لما جاءت عاصفة الحزم حضروا البر والبحر والجو، كان حظر على هؤلاء، وعلى الرغم من الحظر هذا تصور أنهم كانوا لا يزالوا يعني يدخلوا من بعض المنافذ ومن بعض الموانئ الصغيرة ويقدموا لهم أسلحة وغيرها، إضافة إلى ما ورثوا من الدولة العميقة
من الأموال والثروات وغيرها. نعم، خلينا إذن بالنسبة لليمن، هذه العاصفة عادت الحق إلى نصابه بقوة الواقع، بقوة الحضور، بالدعم القوي للشرعية، وكان هناك هدف وإعادة الشرعية اليمنية، هذا هو الهدف. الدولة السعودية خاصة والدول من بعدها الأخرى رأت أن هذا الخطر يهدد اليمن ويهدد دول المنطقة كلها. نعم. ولهذا كان الحقيقة الملك سلمان رجل حازم ورجل لا يمكن أن يرجع، إذا بدأ بعمل لا يمكن أن يرجع عنه. نعم. دعا للدول العربية بأسرع وقت ممكن فأجابوه. نعم. نحن نعلم. وهيأ عاصفة الحزم بأسرع وقت ممكن. والرئيس عبد رب منصور استغاث بالملك سلمان وقال له اليمن يعني في خطر، ونحن الآن نضرب بالطائرات، وأنا الآن في القصر ما أستطيع أتحرك، والحوثيين محدقين من كل ناحية. نعم، خلينا نعم، نحن نعرف هذا التوصيف كامل حقيقة والوضع الذي كان به الرئيس، وما هي الخطوات الإجراءات التي اتخذت في ذلك. طبعا كثير من المواقف المعبرة للشعب اليمني نتيجة هذا الموقف التاريخي، هناك مظاهرات كثيرة خرجت بالأمس بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق عاصفة الحزم. خلينا نشارك معنا عبر اتصال تلفوني الأستاذ محمد عسكر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو لك الخير أخي الكريم، كيف أنتم؟ الحمد لله، نتمنى لكم الخير. قناة عدن الحبيبة. عام على انطلاق عاصفة الحزم، بعد انتصارات متتالية حققتها ليس على مستوى اليمن فحسب، ولكن على مستوى السياسة الإقليمية والسياسة الدولية. بكل تأكيد أخي العزيز، نحن نهنئكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول الذكرى الأولى لمرور عام على عاصفة الحزم. عاصفة الحزم في الحقيقة التي أعادت للأمن القومي ريادته، الأمن القومي العربي والأمن القومي في الجزيرة العربية، بعد أن كاد أن يتم أن يحصل اختراق كبير واستراتيجي في المنطقة من خلال تدخل إيران. نعم. ووصولها إلى أهم مضيق في الوطن العربي، مضيق باب المندب، إضافة إلى إطلالها على مضيق هرمز في عمان. نعم. من خلال التحكم بهذين المضيقين سيكون لهذه الدولة السيادة والكلمة الأولى كانت في المنطقة. جاءت عاصفة الحزم وعصفت بكل هذه الآمال الإيرانية التوسعية. في الحقيقة جاءت عاصفة الحزم لتعيد للإنسان العربي العروبي كرامته بعد أن أبين على يد يعني طموح إيراني صفوي أسقط العواصم العربية الوحدة الأخرى. ونحن نعلم أن يعني أحد زعماء إيران حينما تكلم أن صنعاء العاصمة الرابعة التي ستسقط. نعم. لكن الشعب اليمني حينما جاءت عاصفة الحزم وانطلق الشعب اليمني، لأنه شعب كريم، أبي يأبى الضيم، يأبى أن تسلب إرادته وهويته وتوجهه العام إلى منطقة وإلى نفوذ غير النفوذ العربي وغير التوجه العربي، هب في مقاومة باسلة. وأنا أتذكر هنا لو تسمح لي أخي فؤاد، حينما جاءت عاصفة الحزم ونحن في عدن نعد الساعات يعني الناس حابسين أنفاسهم سواء في البيوت أو في الطرقات، ينتظرون هذا المجهول القادم من كهوف الماضي جاء ليقتحم ويحتل من جديد الجنوب بحرب أخرى بعد حرب 94، ولا كأن هناك حراك، ولا كأن هناك مطالبة جنوبية، ولا كأن هناك
حالة من التململ وحالة من الضيق وحالة من الضنك، فيأتي هذا ويسوم الجنوبيين يعني حرب أخرى. فكان الناس ينظرون إلى السماء، يعني يرفعون الأكف إلى السماء ويتضرعون: يا إله السماء، من لنا ينجدنا؟ لا يملكون أي سلاحا، لا متوسط ولا خفيف. نعلم أن الألوية في عدن كلها حوالي 10 ألوية كانت تتبع المخلوع. ثم جاءت الطير الأبابيل من السماء، وجاءت صقور الجو من أشقائنا في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وباقي الدول العربية. وفي الحقيقة لا أخفيك أن شجون الناس وبكاء الناس، الأطفال، النساء، الرجال، كانوا في كل مكان يبكون فرحا بقدوم هذا المستنصر الجديد الذي عاد للناس الأمل في غد مشرق إن شاء الله. هذه مشاعر دائما ما تسجلها حقيقة ممكن لحظات جميلة يسجلها البرنامج، ونحن نتذكر ذلك تلك اللحظات مع بدء انطلاق عاصفة الحزم. أخي محمد عسكر، حقيقة خلينا نعيش الشيخ معنا محمد عسكر مشاعره في لحظة الانطلاق، لحظة وصول هذه المعلومة إليك أخي محمد، حضور الطائرات في السماء وهي تحلق من أجل نصرة الشعب اليمني. الحقيقة أخي فؤاد، وأنت أيضا كنت في عدن وكنت عشت هذه المشاعر. أنا شخصيا كنت في منطقة صلاح الدين في غرب عدن، وكنا وبعض الشباب وكذلك في خور مكسر نتواصل، نشكل غرفة عمليات من أجل البدء في مقاومة. ليس لدينا بديل كان في عدن سوى أن نقاوم. لا يمكن أن 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 نرهن إرادتنا ومستقبلنا ومستقبل أولادنا بهذه العصابات التي جاءت من أقاصي شمال الشمال. نعم. فلما جاءنا يعني نلتفت يمنة ويسرى وننظر، هناك بعض السلاح الخفيف الذي استطعنا الحصول عليه من مخازن السلاح في عدن، بعض السلاح الثقيل الذي تركوه ونزعوا منه بعض الأجهزة الحساسة التي تشغله، حاولنا أن نوجد بعض المهندسين لإصلاحها. يعني كنا كمن يعني يحاول أن 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 يستغيث ويحاول أن يتعلق، يقول الغريق يتعلق بقشاية، تلك كانت قشاية. نعم. حتى جاءت هذه العاصفة وانتشلتنا في عاصفة من الأمل، جعلتنا نحلق في السماء. وحينها والله أدركت أننا منصورين، وكتبت بعدها بيوم تقريبا أو يومين وقلت: من عدن سنستعيد صنعاءنا ودمشقنا وبغدادنا. يا سلام يا سلام. خليك معنا أخي محمد يعطيك الصحة والعافية. لنعود للشيخ، إذا العاصفة، عاصفة الحزم وما تلاها أوقفت مشاريع المناطقية والملشنة في المنطقة، يعني اعتمدت خلال الفترة الماضية إيران أن تخلق ميليشيات، وهذه الميليشيات من خلالها هي التي تسوق مشاريعها ويدها الطولة كما يقال. الحقيقة أن إيران لها طموحات باستعادة الدولة الفارسية الأولى، ويقولون أن إمبراطورية إن دولة فارس لها 3000 سنة، ونحن نريد أن نستعيد الدور الفارسي في المنطقة. والعرب هؤلاء كانوا رعاة غنم وإبل وغيرها، وكانوا يأتوا إلينا للميرة أو للعطاء يعطوا، فلما جاء الإسلام حررهم. نعم. والحقيقة أن بزوغ الإسلام من مكة كان بشرى كبيرة للعرب والمسلمين، حتى لما جاءت عاصفة الحزم قالوا الناس في عدن فكا من مكة، يعني إنه جاء الفرج من مكة. ومكة دائما ما يخرج منها إلا الخير. نعم. والبركة، فاستبشروا بخير و ظنوا أنهم لن يظلموا طالما وأن عربيا كسلمان
سمع إلى ندائهم وبكائهم، فأطلق جيشه وصواريخه وطائراته، واجتمع بإخوانه من العرب، وأجمعوا كلهم إجماع عربي على الدخول في عدن، وأنه هم تحرير عدن، في عدن أول بدايتها في عدن، نعم، وهي بداية الانطلاق. إذا كان جنوب الجزيرة العربية هي الانطلاق، وبدأوا يشعروا الناس في المناطق الأخرى الذي حوالي عدن مثل الضالع، نعم، أول منطقة تحررت الضالع، نعم، وأهلها قاموا قومة رجل واحد، ثم بعدها عدن مباشرة، ثم مارب، نعم، ثم الجوف، الجوف، نعم، العفاش حشد جيوشه إلى تعز، لأنه يرى أن تعز أولا ازدحام سكاني كبير، الثاني أن فيها ناس متعلمين، الرابع أن الثورات دائما تبدأ من تعز، يعني فحشد لها حشود لم يكن يعرفها في أي منطقة من بعد عدن، من بعد عدن حتى الحشود التي كانت في عدن رجعت إلى تعز، نعم، وأحدق بتعز من جميع الجهات، من الناحية الغربية ومن الناحية الشرقية ومن الناحية الجنوبية ومن الناحية الشمالية، نعم. فأنت إذا رأيت وادي الضباب مثلا ترى وراه جبل حبشي والمصراخ والشمالتين وجهة المخا، هذه كلها جيوش محدقة بتعز، ألوية، ألوية، نعم. الثاني من جهة الحوبان ومن جهة الراهدة ودمنة خدير إلى كرش، نعم. هذه كل الجبال مركز عليها، نعم. وفيها الدبابات، ورأيناها بأعيننا لما نحن هربنا من عدن ومرينا بهذه المناطق وفاعلين أنفسنا أننا كأننا لا نرى ولا نسمع ولا ننظر. والحقيقة أن الجيش مرتب في الجبال وفي الأرض، قلنا على من هذا الشيء؟ إذا كانوا يريدوا يحكموا ما يحشدوا هذه الحشود ليضربوا المواطنين ويهدموا البيوت ويقتلوا الأطفال والنساء ضرب عشوائي بدون تنقية. يعني شوف عاصفة الحزم تضرب صح من السماء لكن على ضوء إرساليات من الأرض، يعني ينظروا إلى المكان الذي فيه مخزون أسلحة أو جيش يحارب أو دبابات متجهة إلى المعركة يضربوها. لو كانوا يضربوا الناس مثل ما يضربوا هم لدكوا المدن دك، يضرب من السماء بصواريخ وطائرات، نعم، نفاثة. لو كانوا مثلهم كانوا يدكوا البلاد دك، لكن هؤلاء بدبابات ومدافع دكوا تعز، كل الشوارع في تعز محطمة، مثل ما حطموا عدن وحطموا الضالع حطموا تعز، نعم، وكل منطقة يدخلوها يحطموها. لماذا كل هذا الحقد؟ ألستم تريدوا أن تحكموا تقولوا أنكم تحكموا؟ هذا مش حكم، هذا هذا إذلال، هذا احتقار للشعب، هذا انتقام، انتقام للأمة. وأعجبني تمثيلية عملوها في مارب بالأمس، نعم، ومثلوا فيها المخلوع وعلي الحاكم، وكانوا يتكلمون على أساس أنه دمروا كل شيء، كان يقول لهم دمروا كل جميل، نعم. طيب كيف كل جميل؟ المصانع، المزارع، وهم الآن يدعوا أنه عاصفة الحزم هي الذي هدمت هذا كله، نعم. وقد رأيناهم بأعيننا كيف عملوا بعدن، نعم. الفنادق محطمة، نعم. المصانع محطمة، الميناء، المطار، نعم. ما الذي تركوه لنا؟ كانوا، نعم، يخرجوا معهم أنفاق تحت الأرض،
نعم ويخرجوا. طيب إذا يعطيك الصحة والعافية، يعني إحنا من خلالك الآن عرفنا على الجو العام بشكل مفصل نوعا ما، كأننا عدنا إلى كل لحظة عاشها المواطن ولا زال يعيشها إلى الآن. أخي محمد لا زلت معنا؟ معك. نعم أخي فؤاد. سمعت الشيخ يوسف وهو يتكلم من قلبه، يعني بعد كل هذه المآسي التي عاشها شعبنا اليمني جراء هذه الميليشيات وهذه الجماعة الخارجة عن القانون وعن الأخلاق وعن العرف وعن الدين. العمل العسكري عاصفة الحزم، هذا التوجه العام أسس لعلاقات قائمة على التعامل بشفافية مع التحديات، بمعنى كانت هناك نوع من يعني لم يكن هناك نوع من التعامل الجدي مع بعض التحديات خلال الفترة الماضية، كان هناك تمرير لبعض المشاريع علها ربما تتوقف إيران وأزلامها في المنطقة من القيام بعمل شيء معين ضد الأوطان والشعوب، لكن في النهاية كانت هناك صرخة مدوية ضد هذه المشاريع، ومنها هذا العمل العسكري الذي أوقف فعلا هذا التوسع، أوقف ذلك التعاطي مع قضايا المجتمع العربي، أسس العلاقة قائمة على التعامل بشفافية مع التحديات. هذا شيء مرعب، هذا شيء يضر بمصلحة هذا الوطن أو هذا البلد، يجب الوقوف بحزم ضد هذه التدخلات. نعم أخي فؤاد، في الحقيقة في اليمن هناك تجربتين، يعني التجربة الأولى هي تجربة جمال بن عمر والتدويل الدولي للقضية اليمنية، وهو الذي لم يورثنا إلا مزيدا من الوهن ومزيدا من التمزق، وأوصلنا في الأخير إلى حرب لا تذر ولم تبقي ولم تذر. الأمر الآخر أو الشكل الثاني أن هناك تعامل عربي وخليجي على سبيل المثال هو الذي يفترض أن يكون ماسك ملف اليمن، طالما أن الملف التدويل أو ملف اليمن حينما يوضع بيد أو على الطاولة الدولية يزيد من تعقيده، فإن الملف الخليجي هو الأقرب والأكثر التصاقا بالمشكلة اليمنية والمدرك لتفاصيل وتعقيدات المشهد والأكثر دعما وتمويلا للمشاريع ودعما للبنية التحتية ودعما للإغاثة ودعما لكل شيء، وبالتالي هو أيضا صاحب المصلحة الأولى من أي نزاعات مسلحة أو حرب آلية أو ما شابه ذلك. نعم. قد تؤدي إلى الضرر بأمنه القومي. نعم. نعم، فبالتالي لابد أن يستعاد الدور العربي من خلال الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وأن تكون هي المطلعة الأولى في هذا الملف. موضوع الكويت في الحقيقة في هذه المرحلة لست متحمس له جدا، بالرغم من أننا دعاة سلام، بالرغم أننا نريد أن تضع الحرب أوزارها، بالرغم أننا نريد أن تعود الشرعية بأقرب وقت إلى كل بقعة في اليمن، لكن في هذه المرحلة وعدم حسم وهزيمة هذا المخلوع وهذه الميليشيات، أعتقد أنها ستؤجل الصراعات اليمنية في المستقبل ولن تنهيها. نحن نريد بعدها بعد كل هذا الدمار أن تنعم اليمن بالسكينة والسلام، ولن يتحقق السلام طالما وأن هناك يعني نصف حرب أو نصف سلام. نعم، فقط تضيف أستاذ محمد، يعني كان هناك سؤال واضح حقيقة، بس أنت رحت إلى مكان آخر وشيء مهم أنك عرقت عليه. لا زالت التحديات قائمة، بمعنى أنه مسألة التعامل أو عدم التعاطي بجدية مع كل موضوع من موضوعات اليمن بشكل حازم وحاسم سيكون هناك نتائج سلبية. بالتأكيد أنا أتفق معك، يمكن أنا فهمت السؤال في الأول بشكل آخر. هناك لدينا مشاكل حقيقية، ويفترض أنه بعد هذه الحرب التي أوضحت وأبانت للعيان حتى للأعمى ما لم يكن يبان في الماضي أو ما كان يتوهم،
الوضع الآن في اليمن واضح، يعني احنا لدينا الآن جنوب محرر، ولدينا وسط مقاوم، ولدينا شمال الشمال إلى حد ما يعني مستكين. يجب أن يكون أي حل سياسي قادم يراعي هذا الأمر، هذا رقم واحد. رقم اثنين، يجب أن تكون بالنسبة لحل القضية الجنوبية لابد وأن يعطى لحق الشعب في تقرير مصيره، لابد بعد أن قدموا الناس كل هذه الدماء، وقدموا الناس كل هذا الدمار، وقدموا الناس كل شيء. من المستحيل أن تأتي بأبو علي الحاكم أخي فهد وتقول له روح احكم في عدن، من المستحيل أن تأتي بحكومة وحدة وطنية فيها مثلا أحد أجلام عفاش وتقول له روح احكم في عدن. نعم. هذا لا يمكن أن يكون مقبولا. وبالتالي من المهم جدا مراعاة هذا الأمر وإدراك هذه الحقائق إذا أردنا أن نبني مشروع للمستقبل، مشروع آمن، مشروع يحظى بالاستمرارية، لا أن ندخل في حروب عبثية يعني واحدة تلو الأخرى. نعم، شكرا جزيلا. لم يحصل ذلك وما لم ينال القتلة ويحصل نوع من العدالة الانتقالية، أعتقد أن المسألة اليمنية ستزداد تعقيدا، وأن الحرب هذه ستكون إحدى الجولات فقط، وأن احنا مقبلون على جولات أخرى. نعم، شكرا جزيلا أستاذ محمد عسكر لحضورك معنا ومشاركتك. شيخ، لابد من محاسبة كل من تلطخت أيديهم بالدماء، هذه حتى نبني على لمستقبل خالي من كل القتلة. يا أخي، الناس مغرورون بهذا الرئيس المخلوع، وبعض حتى ممن نناقشهم وندخل معهم في نقاش يقول لك لا يزال الرئيس السابق هو الذي إذا دعا للشعب جاء وجاوب. فقال بالأمس أنه جمع مدري كم ناس داخل ميدان 70 وميدان 40 وميدان. قلت له يا أخي شوف، الرؤساء من زمان أصحاب اللي يحبوا العظمة والأطرسة يجمع، وقالوا عارف انه بيموت، يعني هتلر لما عرف انه فاشل جمع كبير جدا من الناس، وبعدها ما عاد ظهر ولا نهاية، خلاص انتهى. نعم. القذافي في اخر عمره جمع الناس في طرابلس حتى امترأت طرابلس. نعم. من الافارقة ومن الليبيين الموالين له، وبالاخير يعني هذا لا تبني على الجمع، لا تبني على الجمع هذا، لانه الجمع الغوغائي. نعم. شوف يقول لك إذا جمعت العقلاء صعب تجمعهم، لأن العاقل يسألك لماذا أجتمع، ما هي النتائج، ما هي الأسباب، ما الذي يفيدنا هذا الجمع، أنت تجمعنا ليه. نعم. لكن الغوغائية زي الغنم، أرسل كلبك وعصاك والغنم تمشي أمامك، يعني بكلب وعصا. لا، أنت مش غوغائي، مش المسألة غثائية كغثاء السيل، لابد أن يقول الإنسان لماذا. يعني أنتم لماذا مشيتم من صعدة إلى عدن، ما هي الأسباب، ماذا جنيتم الآن، باسم من وحكومة من. نعم. أنتوا تمشوا، أنتوا كنتوا فرقة من الناس، مكون من مكونات المجتمع، ما قلنا لا، سواء كان الحوثيين ولا المؤتمر ولا غيره ولا غيره. نعم. مكونات، ركبوا الشاصات وتحملوا الآليات. أي. وهجموا على الناس وخلاص، خذ لقة. يعني انت عصابة تريد ان تحكم الناس كلهم؟ لا لا، ما يصير كذا. لا، انت انسان لك مكون، صح، ما احد ينكرك انك مش يمني، انت يمني، لكن باسم من تقتل الناس؟ نعم. أي شرعية؟ ما هي الشرعية الذي معك حتى تقاتل عنها؟ الشرعية سلبت منك، أنت كنت رئيس وتنازلت فيها برضاك واختيارك، وكان الناس كلهم معك وقالوا شكرا لك أنك تنازلت، لكنك تعمل العصا من تحت الفراش. نعم. وتقوم تضارب الناس وقاتلهم وبالأمام الناس أنك مسلم. نعم. هذا كلام يعني غير مقبول، غير مسؤول، غير مسؤول. والثاني أن
الناس المصلحيين وأصحاب الذي فقدوا المال والسلاح والحاجات والأبهة والعظمة هم الذي واقفين بجانبه الآن. احنا ما نريد أن نسمي أشخاص ولا كذا، لكن نعرفهم بسيماهم. والناس هؤلاء مغرورين ومغرر بهم، ولم ينظروا إلى مصلحة البلاد ولا مصلحة العباد، لم ينظروا. لا يقولون نبني دولة تعم الناس جميعا، ينعم الناس بالأمن، بالاستقرار. يا أخي نحن إلى متى مشردين؟ إلى متى مغربين؟ إلى متى مشتتين؟ كان هناك رد. نحن اليمنيون يعني داخل البلاد وخارجها في فقر وجوع وألم، من ينقذنا من هذا الوضع الذي نحن فيه؟ نحن ننظر إلى الله عز وجل أولا، ثم إلى دول المنطقة. إذا لم يعطفوا على اليمن، من يعطف عليه؟ الدول الأخرى ما يبالوا بنا، يعملون بنا زي جمال بن عمر كما قال الأخ، يرسلوه هناك وجلس معانا سنة يدور ويلتها ويردها وبعدين بالأخير يسافر صعدة، يسافر صعدة ويجلس عندهم جماعة أيام ويحتل العاصمة، والعاصمة تحتل أمام عينيه، وعمران تحتل أمام عينيه، ولا كأنه في فصيل يمارس القوة ضد المواطنين، كأنه لا يرى ولا يسمع. كيف؟ أنت باسم من تحتل؟ باسم من تدخل البلد هذا؟ باسم من تحتل العاصمة أنت؟ اسمك يعني أنت دولة؟ لا، ما أنت دولة. أنت مفوض من الشعب؟ لا، مش مفوض من الشعب. كيف تحتل المناطق هذه؟ كان ربما يسألهم هذا السؤال، كيف تحتلوا هذه المناطق؟ يعني ما صفتكم؟ هو مخول من الأمم المتحدة. الأمم المتحدة إذا كانت الأمم المتحدة بهذا الشكل، لا لا لا، أحسن لنا دول الجوار. ليه؟ على الأقل ابن بلدك هذا، هذا ابن وطنك، قوميتك، عربيتك. وهم الذين وقفوا الآن مع سوريا، مع الشعب مش مع الحاكم، الدول العربية وكذلك دول الخليج بالذات وقفوا، رغم روسيا وإيران وحزب الله وحزب الشيطان وحزب الجن، كلهم اجتمعوا ليضربوا الشعب السوري وبلا هوادة وبلا حياء. يقول رئيس الروسي نحن جربنا أسلحتنا ودربنا جيوشنا. تدرب فوق من؟ على المساكين، على النساء والأطفال، على البيوت، على المدن. شوف الأطرسة ولا وين، بالمفتوح أمام العالم كله يقول جربنا أسلحتنا وجربنا جيوشنا. جرب على من؟ تضرب شعب مسكين مغلوب على أمره، يستنصر بالناس يغيثوا من هذا الطاغية الذي على ظهره، وإذا بكم تقفوا مع الطاغية وتضربوا المظلوم ولا تضربوا الظالم. نعم، خلينا قبل قليل ذكرت أن هناك يعني ناس مغرر بهم، يعني خرجوا موهومين بوهم الزعيم، لكن في تعز المواطنين خرجوا يهتفون شكرا سلمان، شكرا عاصفة الحزم، شكرا في طبعا في الذكرى الأولى لعاصفة الحزم كان هناك مظاهرة كبيرة، سنتابعها مع بعض بعد أن نستقبل هذا الاتصال من الأخ عادل شمسان صحفي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني كان هناك تعبير آخر في تعز، هناك انتصار وهناك مظاهرة، خرجت إلى الشوارع آلاف من أبناء تعز، خرجوا بجراحاتهم رغم المخاوف من القصف أن يطالهم في الشوارع، القصف العشوائي من قبل عصابات الإرهاب والانقلاب. خرجت المسيرة الحاشدة في مليونية شكرا سلمان التي نظمتها الحملة الشعبية اليمنية لشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بمناسبة الذكرى الأولى لانطلاق عاصفة الحزم. وقد طبعا رفعت المئات من اللافتات تقول أو تجيب لماذا شكرا سلمان. خلينا نعود بالذاكرة قليلا، نحن نتحدث اليوم عن عام مضى من عاصفة الحزم. أخي عادل. نعم أخي، ربما يتذكر الجميع خروج تلك الآلاف
من أبناء تعز تأييدا للشرعية وتأييدا لعاصفة الحزم وشكرا للملك سلمان. من خرج هو الوعي، العدو الأول الذي يعتبر العدو الأول للمخلوع ولجماعة الحوثي، هذا الوعي الذي خرجت بسببه الجماهير. نعم. أتذكر إحدى الأخوات قالت كنت لسه يعني صغيرة عندما قامت ثورة 2011، يعني أو في مستوى لا أدرك فيه، لكن اليوم عندما شاهدت مئات الآلاف خرجت عرفت لماذا. شفت رأيت المهندسين والأطباء والأساتذة ومن كافة الشرائح يعني موجودين يقولون شكرا لسلمان ويقفون أيضا مع الشرعية. هذا الوعي، نسبة هذا الوعي المتمثل يعني في أبناء تعز وأبناء عدن خصوصا في هذه المناطق وكثيرا من مدن اليمن، لكن بشكل عام بسبب نسبة التعليم العالية. لهذا السبب نقول أن هذا الوعي هو يعتبر العدو الأول بالنسبة للمخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي. هذا الوعي الذي تشكل في ذلك العام وخرجت أيضا الجماهير في هذا العام بعد مرور عام على الانقلاب أيضا تقول شكرا لعاصمة الحزم التي حيدت أيضا الجو، ولولا الجو لكنا الآن مثل ما حدث الآن في سوريا، كانت البراميل المتفجرة سوف تقفز على كل المدن وتقتل الناس في كل مكان. لولا هذا العاصفة لكانت الآن تدك في كل دقيقة المدن، لكن خوفا من الطيران فهم يخرجون يقصفون عشوائيا ثم يختبئون كالجرذان، وما زال رئيسهم يختبئ كالجرذان، وما زال يعني رئيسنا والنائب وقادة المقاومة يتحركون في داخل الشوارع المدن ويتنقلون بين المدن المحررة وهم أحرار رافعين رؤوسهم. نعم. إذا التعامل اختلف وهناك قوة أخرى ظهرت في الميدان، أصبح لنا جيش في الوقت الذي كان الحوثي وعفاش يرهبون الشعب بما يمتلكون من قوة وسلاح. هذه هي النقطة التي تحركت عليها، هم لم يعتمدوا بتحركهم على المجتمع على الشعب على إرادة الشعب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولهذا اليمنيين انفضوا من حولهم فلجأوا إلى احتلال المعسكرات التي بنوها بشكل خاص وعمدا طيلة 33 عاما لتخدم مصالحهم فقط. ولكن مهما عملوا مهما صنعوا بهذه المعسكرات ومن ترهيب وترغيب للشعب فلن يستطيعوا ان يعني يمضوا يعني قدما، لان الشعب لفظهم لفظ البحر للميتة، وهذا لن يستقيم لهم الحال مهما صنعوا. هذه المعسكرات التي بنوها وجعلوا منها اليد الطولى لهم لكي يسيطروا على البلد لن تنفعهم، واثبتت الايام ذلك، واثبت الشباب عدن عندما خرجوا اولئك الذين لا يستطيعون سوى حمل القلم والدفتر وهم مع ابناء تعز ايضا اثبتت لهم القوه الاراده انهم يستطيعون ان يدحروا الجيوش مهما عظمت قوتها. استاذ عادل الشعبيه هي التي تحرك هذه الامور. نعم. استاذ عادل شمسان الصحفي شكرا جزيلا لمشاركتك. شيخ حقيقة خرج الناس يهتفون كما شاهدنا الآن، يعني في أعداد كبيرة جدا لم يدفع لهم ولم يعطى لهم شيء وهم لا زالوا تحت القصف ومع ذلك يعبرون عن مشاعرهم. من حق كل إنسان أن يشكر من يقف معه أيام المحنة ويواسيه في أيام فقره ويؤمنه أيام خوفه، فهؤلاء خائفين جياع ظمآن، يعني جاء لهم العون من الله أولا ثم من عاصفة الحزم أنها قهرت أعداءهم من حواليهم من يسارهم من يمينهم حتى استطاعوا يخرجوا، لولا هذه العاصفة ما خرجوا. نعم. لأنهم يعرفون أنهم يقصفونهم ولا يستحوا أنهم هؤلاء خرجوا وعبروا عن رأيهم،
ألم يقصفوا في عام 2011 يقصفوا جمعة الكرامة ويقصفوا الناس المعاقين في تعز ويحرقوهم بالنيران؟ نعم. يعني إيش بعد هذا؟ ماذا تنتظر؟ نعم. يعني جماجمهم تسيل ودماؤهم تسيل ومع هذا هؤلاء يتقهقهوا ويضحكوا كأنهم يقتلون. ما إيه أقول، ما حتى الجراد مش كذا ولا شيخ. نختم بدعاء، نسأل الله تعالى أن ينقذ العرب جميعا أولا، واليمن خصوصا، مما نحن فيه من الفتنة والمحنة والذي جابوا لنا هؤلاء البلاء إلى كل بيت. نسأل الله أن ينقذ اليمن، وأن يرد اليمنيين إلى بيوتهم سالمين غانمين، وأن يوحد صفنا ويؤلف بين قلوبنا ويجعل في قلوبنا الإيمان والحكمة والزلفة والرحمة حتى نتراحم فيما بيننا، وكل إنسان ينظر إلى أخيه كما ينظر لنفسه. إذا وصلنا إلى هذا الحد الله سبحانه وتعالى يرحمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شيخ، والدعاء الأخير للملك سلمان، نسأل الله أن يطيل في عمره وأن يلهمه الصواب، وأن يهيئ له البطانة الصالحة الذي تدله على الخير وتبعده عن الشر، وأن يحفظ الأسرة المالكة وأولاده وولي عهده وولي عهده وجميع الإخوان الذين هم قائمين بالحق ولا يميلون إلى الباطل قيد أنملة. شكرا جزيلا شيخ يوسف رجب الداعي الإسلامي، أرجو لك الخير والعافية والتوفيق. شهد الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من هذا البرنامج، حتى الملتقى أنتم بأمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.